للمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. بداية أهلا بحضرتك سيادة اللواء، وكل عام وحضرتك بألف خير وكل المصريين بألف خير بإذن الله. أهلا وسهلا بك دعاء، وكل سنة وأنت طيبة، والشعب المصري كله بخير وأمان، وقيادته السياسية بألف خير وأمان إن شاء الله. يا رب بإذن الله. سيادة اللواء، بالتأكيد في كل ذكرى لهذه المناسبة الهامة جدا هناك دائما كلمة هامة جدا لسيادة الرئيس، دعنا نأخذ بعض النقاط التي جاءت في هذه الكلمة عندما قال سيادة الرئيس أن عبر التاريخ كان سيناء مطمعا للغزاة ومحط أنظار الطامحين والطامعين، وكذلك المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب في تاريخ مصر كله. أهمية هذه التذكرة بهذه العبارات في هذه الذكرى، لأن سينا اصلا او مصر عموما وسينا خاصه مطمع دائما للغزاة. ونشوف التاريخ بيقول ايه، ما هو التاريخ قال هذا الكلام مش احنا نقول. شوف الغزاة من ايام المصريين القدماء كانوا بيجوا منين، بيجوا مش من الشام في عبر سينا. ونشوف في التاريخ المتوسط شويه هتلاقي الغزاة اللي كانوا الرومان من البحر ثم الفرنسيين ثم الانجليز وهكذا، دايما في اعداء جاي. ليه؟ لان انت الموقع اللي ربنا احباك بيه ده موقع متميز ومرغوب الناس تسيطر عليه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تجلى في سينا، ودي كلمه الرئيس كان بيشير لكده، انه بيتجلى عليه عشان يامن، يدي الامان لشعبها ان انا حافظها، سواء على مدى التاريخ ان شاء المولى هكون انا حافظ هذه البلد بامن وامان، بس انتوا تادوا اللي عليكم وانا حافظها. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ما دمت انت في موقع متميز يبقى دائما هيبقى التهديد جاي لك من كل مكان، مطمع في هذه الارض وهذا هو السيطره على هذه الارض. طيب لما فشلوا معانا كدول استعماريه وطلبنا الاستعمار وخلصنا منه، بدا يجيب لك الحرب الجديده اللي هي الحرب اللي هو الارهاب الدولي، اللي هو الحرب الجيل الرابع، جزء الخاص الحرب بالوكاله الارهاب، يجيب لك الارهاب. بدا يجيب لك الارهاب ويزرعه، وبيزرعه في سيناء بالذات. ليه؟ لان هو ليه هدف سياسي. يعني الارهاب دايما لما بيتزرع في حرب من الجيل الرابع بيتزرع بين الجيوش في انقسامها او لعمل حرب اهداف دول، نماذج موجوده كثيره. طب اشمعنى في مصر بقى وداه في سينا؟ لان سينا مطمع من الجانب الاخر، ان دولته من وادي العريش للفرات في مخيلته الدينيه عنده، فبالتالي انت اصبحت مطمع عنده، فبالتالي زرعك الارهاب فيها وحاول يفصل سينا عن مصر الإخوان، ولكن ربنا أكرمنا ولغينا هذا الموضوع ولحقنا سينا، وبالتالي بقت مقاومة الإرهاب أو القضاء على الإرهاب عنصر أساسي للقضاء على الفكر الطامع في هذه الأرض. نعم. وبالتالي دايما نذكر نفسنا ونذكر شعبنا إن أنت لابد أنك تدافع عن سينا لأنها المطمع، ودائما الطمع فيها موجود ومستمر. نعم. حضرتك ذكرت أيضا نقطة من النقاط الهامة جدا، أهمية الموقع المتميز الخاص بسيناء. دعنا نتطرق من هذه الكلمة إلى فكرة أهمية التنمية التي تحدث الآن في سيناء، مع الوضع في الاعتبار أن سيادة الرئيس وبنفسه كان قد وجه مرارا وتكرارا التحية لكل أهالي سيناء ولكل من قام بعمل مشروعات في سيناء. هنا بيوريني أو بيدخلني على مرحلة جديدة الفكر الاستراتيجي بالنسبه الخاص للتنميه في سيناء. زمان زي ما قلنا كنا العدو بيجي لك من الشمال الشام، وانت بتقابليه في الشام، فكانت سيناء اسمها ارض عبور، انا بعبر منها ومحتاج الاقامه فيها. وهي بعتبرها منع طبيعي وانا بعبي العدو في عيني. النهارده اصبح التهديد على الحدود بتاعتنا على ارض السلسله مخصوص بصر، اصبح التهديد مباشر. هنا التهديد بيبقى مباشر، يبقى هنا الفكر هيختلف في سيناء، بدل ما تبقى ارض عبور تبقى ارض اقامه. هعمل ارض اقامه، يبقى لازم التنميه تكون كبيره وشديده فيها، لان لازم اغير في طريقه التنميه عشان انا عاوز التنميه عندي في سيناء تكون موجوده، وبالتالي اتوطن البلد بالرحل، اشركهم في الاداره، اضيف عليهم ناس من الوادي لزياده التجمعات السكانيه، اعمل مشروعات قوميه كبيره تجيب عماله جديده زي المصانع اللي اتعملت في سينا، زي المصانع التعدينيه زي مصانع الرخام، زي مصانع الاسمنت. اعمل جامعه جديده في جامعه سينا، اعمل جامعه العريش، واعمل جامعه جنوب سينا، وكل الكلام ده اثبته عشان ازود الكثافه السكانيه. وبقينا الفكر اختلف،
ممتنع تزود مصادر الرزق، طرق التحرك والميه والكهرباء ديات الحياه، يبقى هنا بغير في فكره التكوين السكاني مره اخرى عشان تبقى ارض اقامه، ما تبقاش ارض عبور زي ما كان موجود قبل كده. نعم، في هذه الذكرى ايضا دائما ما يتم توجيه التحيه لكل الشهداء واهالي الشهداء ولكل ايضا من ضحوا باجسادهم، يعني اصبحوا مصابين نتيجه الحفاظ على هذه الارض، وايضا لكل الاحياء الذين ساعدوا في حمايه هذه الارض. ايضا التذكره هامه جدا، كل فترة وكل مناسبة لابد من التذكير بهذه الأمور، بأن هناك من ضحوا في سبيل الحفاظ على كل شبر من أرض مصر وكل شبر من أرض سيناء. طبعا هو دايما الشعوب بتاخد نماذج من الكفاح بتاعها كنماذج للمستقبل، والتشجيع على الحفاظ على الأرض وعلى حقوق. فاحنا عندنا في مصر الموضوع ده زايد عندنا قوي جوه الشعب نفسه، لانك انت بتلاقي في عقيده عندنا في مصر موجوده يقول لك الارض عرض. الارض عرض يعني هي شرف تسمى شرف معيش، فبالتالي الارض بتساوي هذا الموضوع. يعني ده اول دافع. الدافع الثاني لازم انا دافعوا عن الارض بدمهم وبحياتهم، لابد ان انا اشكرهم واشكر اهاليهم. نعم. واللي اتصاب اقول له ده انت على دماغي من فوق ولازم تاخد كمل لك حياتك تعويضا الاصابه اللي انت موجود فيها بالعجز اللي اصابك، لازم اعمل هذا الكلام. واولاد الشهداء لازم يكون في دماغنا بالمعاشات والكلام ده، عشان يعينوا دايما فخور بان ابوه كان شهيد وكلام زي كده، هو مش بس كان معاش عايش بيه بس، لا ده بيقول معاش شهيد مميز علشان يبقى اسمي انا ابن الشهيد. هنا بزود الدافع الوطني وبزود الانتماء والولاء للدوله وللارض. كل دي لما يعمل الكلام ده بقى راس الدفه في كل مناسبه بيدي الاهميه القصوى للناس كلها انها لازم تتكبر وتدي مساحه العرفان الناس اللي ضحت والناس اللي ادت حياتها دي. هو تذكره باهميه العرفان ومدى الجميل الذي تم تقديمه حتى يتم الحفاظ على كل شبر من ارض مصر وارض سيناء، وايضا اهميه التذكير والتذكره باهميه تراب هذا الوطن. احنا خلاص اتفقنا ان احنا الارض دي مصنع من كل جهه، وبالتالي لابد ان انا اعملها. وش هقول لحضرتك حاجه؟ نعم. المفكر العظيم جمال حمدان كان بيقول ايه؟ هو ده بشر يعني. نعم. بيقول ايه؟ الارض الموقع يا اما نعمه يا اما نقمه. نعمه امتى؟ لما يكون عنده ناس بتدافع عنه. ونقمه امتى؟ لما يبقى مفيش حد يدافع عنه. كل مميزاته هتضيع. يبقى دي ايه؟ توجه بشري لينا مننا جوانا. ده جمال حمدان المصري العظيم. الرسول عليه السلام برضه كتوجه ديني كان بيقول ايه؟ رفعت عليكم الله من مصر فخذوا منهم جندا كثيفا فهم واهليهم في رباط يوم الدين. هنا الرباط دايما للجندي مش للاهل. طب اشمعنى هنا الرسول قال للجندي للاهل؟ لان عارف ان المنطقه دي ولا لا ينطق عن الهوى، انما هو يوحي ان يوحى. هنا الدفاع هنا عن الارض هيبقى من مسؤوليه الاهل دايما يزرعوا في اولادهم الكلام اللي احنا بنقول عليه الارض عرض والكلام ده كله. ما هي دي كل دي حاجات بتنمي الانتماء والولاء والتضحيه من اجل الوطن. نعم. طيب سيادة اللواء، نتحدث الآن عن الذكرى 41 لتحرير سيناء، دعنا نعود إلى الوراء لمدة 41 عام، كيف كان الحال؟ يعني وحضرتك كنت شايف الحال ازاي فيما يتعلق بسيناء، وكيف كانت الامال والطموحات لتحرير سيناء، وماذا بعد هذا التحرير، وكيف كانت ردود الافعال الشخصيه والنفسيه وايضا بالنسبه لرجال القوات المسلحه، كيف كانت؟ كل اسئلتك كثيره مع بعضها، لكن معلش كده انا هقول لك قبل 67 كان سيناء كان وضعها ايه عشان ما ننساش برضه. سينا كانت ما تقدرش تخش فيها قبل 67 الا بتصريح. نعم. يعني ما كانش المصري قدر يعدي سينا الا بتصريح. ليه؟ لانه كان معتبرها كلها منطقه عسكريه. بعد 67 لا الموضوع ده غلط. ازاي انا هربط البلد دي الشعب بالارض دي ازاي؟ من هنا ما حصل 73 كان العبور لسينا في اي وقت واللي عايز يروح ينمي فيها ينمي زي ما هو عايز. وفتحنا المعابر للناس تروح وتيجي زي ما هي عايزه. عشان اغير فكر الناس. طيب النهارده كان الوضع فينا ايه؟ عشان كده ما كانش في حد بيروح، كان عباره عن طرق فرعيه
طرق رفيعه، يعني طريق ايه بيسموه اتجاهين، يا دوبك خط عربيتين رايح جاي. النهارده اختلف، النهارده الطريق تنزل عليه طياره من وسعه. حجم الطرق اللي اتعمل فيها ضخم جدا، سواء في الشمال او في الجنوب، الطرق العرضيه اللي موجوده. فهنا بيبين لك انك انت لما اهميتها ظهرت عندك وانك انت عايزه تتمسك بيها وتعملي فيها التنميه العظيمه، بدات تعملي فيها المشروعات اللي كانت محرومه منها زمان. قبل 73 ما كانش في كهرباء، الكهرباء كان عندهم مكان ينور ساعتين والباقي لمبه جاز. ما كانش النهارده مربوطين بشبكه الكهرباء الموحده بتاعت مصر. ما كانش في ميه غير ميه الابار، النهارده عندنا سلام بتوديهم وميه النيل بتوصل لغايه العريش في مواتير وجنوب سيناء. اذا النهارده انت الفكره اتغير، عشان كده بقول لحضرتك الفكر الاستراتيجي في تنميه سيناء اختلف عن ما قبل. طبعا الواحد لما شاف الحاجات دي، يعني احنا شفنا الفقر ده وشفنا اللي ربنا يكرمنا ونوصل بيه للغنى الايام دي، هو فرق كبير. الواحد سعيد سعيد جدا بالموضوع. نعم، في كل عام وخاصة في السنوات الأخيرة، يعني في الماضي القريب، أصبحت هذه الذكرى هناك الجديد في هذه الذكرى نتيجة للتطوير الذي يحدث، ونتيجة أيضا للشعور بمدى أهمية هذه البقعة من أرض مصر. هو طبعا التطوير هنا اللي أنا حضرتك تطوير مؤكد، هو التطوير في التنمية. نعم، إن أنا بوصل لجميع أطراف في القوانين اللي بتأمنها. يعني النهارده الرئيس السيسي لما كان وزير الدفاع اصدر قرار لغايه النهارده هو اللي حافظ على سيناء. نعم، ممنوع تملك الارض من حدود 5 كيلو عشان نقدر تقدري تعملي التامينات العسكريه المطلوبه. النهارده الرئيس السيسي قدر يستطيع بعد ما قضى على الارهاب ان يعدل السلام اللي كانت محطوطه، اللي كانت القوات فيها قوات الجيش ما تخشش اكثر منطقه الف لغايه 80 كيلو فقط من سيناء. النهارده انت قواتك العسكريه موجوده لغايه الحدود الدوليه نتيجه اختلاف الظروف واختلاف العاديات اللي موجوده، ومن هنا من حق تحافظ على الامن القومي بتاعك، وكان هو ده المدخل لتعديل اتفاقيه السلام مع اسرائيل. ومن هنا يبقى ده تطور جديد احنا بنشوفه دائما باستمرار، وهكذا ان شاء الله التطور. شفت النهارده كم مطار مدني دلوقتي في سيناء؟ ما كانش مطارات مدنيه، كان كلها منطقات عسكريه. نعم، النهارده منطقه شرق التفريع النهارده وسط غات رمانه، وده يعني حوالي 30 كيلو من بورسعيد، كل دي منطقه مار كبيره. كل ده بيبين مدى الفكر الجديد لتنميه سيناء. نعم، سياده اللواء، سؤال او ربما طلب تعليق قبل انتهاء هذه المحادثه، تعليق حضرتك على هذه الذكرى، وكيف تشعر كل عام في ذكرى تحرير سيناء؟ بشعر يعني مختصر جدا، بشعر بالفخر والعظمه دي لجيشنا والفكر الجديد لدولتنا. نعم، سيادة اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، جزيل الشكر لحضرتك.